السلام عليكم. وحشني قوي يا جدعان. انا مش عارف اقول ايه. انا فكره ان انا اعمل الفيديو ده كده جت في دماغي دلوقتي حالا فجاه كده، مش عارف اقول، بس وحشني بطريقه رهيبه. انا مش عايز اقول اسباب عشان ما اقعش في الغلط اللي وقعت فيه المره اللي فاتت. في ناس زعلت مني ان انا ما قلتش اسمها وبتاع، بس كل الناس في مصر وحشاني، حتى الناس اللي اذتني. انا رايح الشغل، انا ده دي انا ده تعلم زي ما بيقولوا هنا. رايح فين؟ رايح الشغل. جاي منين؟ جاي من الشغل. رايح فين يا محمد؟ رايح الشغل. جاي منين؟ جاي من الشغل. معاك فلوس؟ لا. احمد صبري كان بيقول كده على طول. بس مش عارف اقول لكم ايه تاني، بس عشاني قوي، نفسي اقعد معاكم. الحياه يا جدعان ممله بطريقه انتوا مش فاهمين. اكتشفت ان الاستقرار يؤدي الى ملل. استقرار الاوضاع السياسيه يؤدي الى ملل. معلومة محدش كتير عارفها، استقرار الأوضاع السياسية يؤدي إلى ملل. بس خلوا بالكم من نفسكم، وعايز كل اللي يشوف الفيديو ده يعرف إن أنا بفكر فيه وبحبه. السلام عليكم.